توزن ريتيمه ودوزن. طبعا لاحظنا احنا زمان سالونا ريتيمه ودوزن كان في اسوشيت ويز ساركيدوزس صح؟ صح ولا لا؟ وريتيمه ودوزن ممكن تصير بوست ستريبتوكوكال، ممكن ايديوباتيك، ممكن بدرج، ممكن مع التي بي، ممكن مع انفلاماتري باول ديزيز. هلا الريتيمه ودوزن من كونها انها تصير في هالامراض الثانيه فما يجيبوش فيها كاكين. تو نقول لك يجيب لك كاكين بصف ثاني. الريتيمه ودوزن الريتيمه مالتي فور هي اللي كانت يسمى فيها التارجت فيجن في السكن. فالريتيمه مالتي فور ممكن تطلع مع الحاله في السكن او تايتس ميديا جاي مع النيمون. يعطيها الكبسول لكن مش هذه الكبسول. ميوكو بلازما جاي اثيريكال ايه؟ شوفوا هذه الجايات جايتهم المهمات. يجيك الفيشن في نيورولوجيكال مانيفستيشن. حشي ستها اذا كانت تطلع بالنيورو هذه ميوكو بلازما. دير في سندروم في النيورو مشهور جدا اسمه جولن بيري سندروم. وهذا يصير بعد نيمونيا من ميوكو بلازما. جولن بيري هذا كيوت في الاسد باراليسيس. الجولن بيري سندروم تمام جيبوها لك يجيك بعد نيمونيا. شوفوا اني ريسبيراتوري او دايريا انفكشن. سبب Following with paralysis acutely, it's going to be syndrome. تمام. فالميكوبلازما دير في نيمونيا وبعدها تبدا البيشنت رجليه يبدا عندهم ويكنس كود اورز تمام يبدا يتصاعد الموضوع بشويه بشويه ترند ويبدا ريفلكسيا. هذه اكيوت اسندنج فلاسيد باراليسيس كول كومن بيري سندروم اتس اوكي افتر شني ميكوبلازما انسبكشن تمام. وممكن يكملوا باكتر جيناي دير دائري لكن نرجع على الميكوبلازما اليوم تمام. الميكوبلازما في النيورو ممكن تدير مينينجايتس ممكن تدير مايلايتس. تعرف شو معناها مايلايتس؟ انفلاميشن يمنع مايلايتس. ماين. مايلايتس اذا كانت انفلاميشن سباينال كورد تصير. تمام. سباينال كورد نفسها مش في حاجه اسمها ترانسفيرس مايلايتس ولونجيتيودنال مايلايتس. هذا انفلاميشن تاع سباينال كورد نفسه. ممكن تضرب فوق انسيفالايتس مننجايتس ممكن تدير في سباينال كورد شني مايلايتس حتى هذا كله انفولد ان السينس. الريفريشن دايركت جول اوف ذا سندروم. تمام. هذا في النيورولوجي. الحاجه الثانيه ممكن باش تجي اوتو ميون فيتشر اوف هيمولوتيك انيميا. وهذه كلو جيبوا فيها هيمولوتيك انيميا. هيمولوتيك انيميا فهذا كومبليكيشن تصير بسبب المصيبه هي ميوكوبلازما. وكلها ممكن يجيك في الاول مع انهم كومبليكيشن يعتبروا كونسيدر از ان اير كومبليكيشن. وهذا الكلو اللي جابوا فيهم الكلو هم نيورو مانيفستيشن او انيميا. وزي ما قلت لكم المحاضره اللي فاتت انيميا اكثر واحده جابوها لي تو تمام. مع كوم ستيشن كون بوزيتيف فدير كولد تايب. كولد تايب لان قلت لك الاوتو ميون هيموتيك انيميا في منها وورم تايب في منها كولد تايب. لما يكتب لك في الكيس نيمونيا زائد اوتو ميون هيموتيك انيميا فكر في الاورجانيزم هو الميكوبلازما. خلاص هذه من الحاجات المهمه اللي تجي مع الميكوبلازما. تبي كان معناها عاده حتى في الاكسرين لقاها برونكو نيمونيا ما لقاهاش لوتو نيمونيا. برونكو التم باي لاترال وتطلع هيتروجينس ولا هيموجينس هيتروجينس هيتروجينس معي ولا لا؟ هيتروجينس اوبستي امبيش البرفورمانس بتاعكم تنقص ما نبيش الاكسوست اللي هو السويتنج اللي عندكم وجايين بالشمس عارف بياكد مع حضور المستشفى في البرفورمانس عارف انا هيجي المستشفى الصبح زي تو بس نبي شويه تدريب ونكمل الساعه الاولى تمام. مش نقول المهم في الاول وتبدا انت اخذت المهم اوكي اصحى شويه احنا اوتو نيو شنو عاد؟ هيموليتيك انيميا هذه بالله الجلوب اللي بتركز لي فيها تيبيكال ولا اتيبيكال نيمونيا؟ ممتاز اتيبيكال نيمونيا وتكون الاكسرة بتاعها برونكو نيمونيا هيتروجينس باي لاترال عادي يعني طالعه وتبدا تعطي في الانتي بيوتيك بتاعك ريجاردنج اتيبيكال تايم خلاص. شوف تعال اللي قلنا لنا هي قال لكم شيء حبه الدايجنوز بتاع الميكوبلازما كيف ندير؟ كيف ندور على حاجه في الدم ولا؟ علاش؟ انا مش قادر ناخذها من سبيوتر لانها ما تنزلعش ديفيكالت انا نفس المور تمام. فديما النص بتاعها البكتيريا هذه عاد ندور على سيرولوجيكال تيست هذاك في البوست في السيره سيرولوجي يعني سيره انتي بادي ندور على اسمها ار جي ام تايبا ضد الميكوبلازما تمام. شوف احيانا انتي بادي هذا ما يكونش طالب انا اكيد النص والله صعب هلبا تمام لدرجة يوصلوا الانفستيجيشن غالي عندها كلكم تعرفوه اسمها بي سي ار تعرفوه وليميناز شنو؟ شير رياكشن هذا مرات نديروه لما خلاص لما ما عادش نلقوا حتى الانتي بادي هذا كان دايجنوز قال لك افرض اي جي ام نيجاتيف نوت اكسكلود شو بندير حاجه اقوى هي بي سي ار اللي هو يستخدم حتى في الفايرال وغيره تمام. بما ان البكتيريا دي مع نفس الهول بنسلم نمشي معاها لا بيتراكتها نمشي معاها ما نمشيش معاها فنعطي دوكسا سايكل اللي هم هاي التترا سايكل او نعطي سيبرو سيبرو فلتسيس نمشي معاها ممكن تمام الحاله هذه اوكي هذه بالنسبه منه للميكوبلازما اللي قلنا لنا شنو هذه البكتيريا اللي تدلع طبعا معلش الميكوبلازما تكتب في الاوتوم معلش هذه
الان صارت ما تقوليش اوتوم اوتوم خريف الخريف اكثر شيء وتحب تضرب تشيلدرن هي بلاد بالله عليكم ركزوا معاها تشايلد يعني تحت الخمس سنين ديما تدير في ابيديمك كل ثلاثة لأربع سنين تمام كل ثلاثة لأربع سنين تدير في طفرة في نيمونيا في فصول في مدارس تمام ديما يجيبوا فيها كاكلو يقول لك هذه الحالة جتنا في نيمونيا ونط فيرست كيس من نفس الفصل سيم كلاس تمام واحد معناها في ابتدائي جاي شخصنا نيمونيا وفصل اغلبيه ثلاث اربع حالات سجلت من نيمونيا فبدا في ايبيديميك من هنا تدير ايبيديميك هيك يوكوبلازم كل ثلاث اربع سنين فصل خريف تدير كثير تمام ويجيبوا لك معاه كومبس تيست بوزيتيف شنو تراجي مثلا نيمونيا كومبس تيست بوزيتيف مع ايبيديميك في تشيلدرن يوكوبلازم تمام سيرولوجيكال تيست بديرها اجي من كذا نيجاتيف تدير بي سي ار العلاج بتاعها ما تعطيش بين السن ولا تعطيني دوكسا سايكل او سيكل هذه بالنسبه لليوكوبلازم بالنسبه للجوفيرن المدلعه هذه تدخل في الصيف لان الصيف هو فتره مفروض يعني هو فترة الدلع يعني الصمر وقت مفروض الإجازات ومفروض إن إحنا مسافرين ونتظاهر وغيره فبدا يكون الواحد يمشي يسافر وفورن ترافل تكتب فيه وعلى أساس إن هي كاتب أحوال سباحة وبيكونين سيستم مكيفات تمام تكتب في وكيلات تقول لكم كنت مسافر أو بقاع مسكتين ومجمع شتيرة بسرط لهم أحوال سباحة هم أحوال سباحة وكي فسرط لهم نيمونيا هذه اللي يكونين لها شيشيتها جوا تمام وديما في الفنادق الفايف ستار مش في الهايت كلاس وفي السمرة تمام فيديم يعطيك نوم سافر فورن ترافل وتين تكون السيستم كان قاعد مكيف تمام فهذه اللي قلنا شيشتها تضرب حتى في المكيفات والفلات بتاع المكيفات هاي من ليش عشان تكتب في السمر تكون عشان هذه الكلورا تكون السيستم ما نقولوش فيها احنا بصالة هذا اول مكتوب هيك تمام المشكلة هي دي تيبيكا ولا تيبيكا زي اختها تيبيكا حتى يجيب يفهم وتجيب سيستمك مانيفستيشن هنرسم ثلاثة اورجن هي تضرب ريسبيراتوري اكيد لكن ما تجيكش التيبيكا وتدير برونكو نيمونيا زي هذيك لكن نرسم حشيشتها الكليه وجي اي تي اما الكليه وجي اي تي هذو يوجوالي انفولفد تضربهم مع اللنج مع اللنج تمام فهذه سيمبتومز هنا دكاتره ريجاردين الجي اي تي تجيك والكدني اكثر شيء فشنو تدير في الجي اي تي باش تجيك باش سيفير ابدومينال بين هو عندي نيمونيا تمام مع شنو سيفير ابدومينال بين نوزيا فوميتين دياريا فيري كومن فاكثر واحده تجيب نوزيا فوميتين دياريا الغلي اكثر مور واكثر واحده بعدها في الكدني وتضرب دي هيمات يوريا وبروتين يوريا تمام دكاتره فاصلا لو جابوا يورين كلمه يورين في حاله سسبكتد ريسبيراتوري ديزني وكف ومع هيمات يوريا شك في الاورجانيزم هذا بدك لو قال لكم سافر قدام سكوتين ولا سوني بول ولا حط سباحه ولا غيرها خلاص شوف فاهي تمام كيف بس معلومه هقولها هو ده البروتين يوريا وهيمات يوريا هي دي البكتيريا تضرب الكلى معناها البروتين وين زاد؟ معناها في البلد البروتين شو صار؟ فتدير هايبو البومينيمي هي تدير هايبو البومينيمي تمام فهي انا بديكم لازم تركزوا فيها تدير هايبو البومينيمي او هايبو بروتينيميا بدات الالبومينيا بينقص في الدم تمام فلما نقصها في الدم تو الاورجن الثالث بس نص عارفين بومبرو بومبرو فصل العظمة تهبط دير لينفوبينيا فانا نقصت لي بروتين واللينفوبينيا هذا نفس في امس في الانفستيجيشن قلنا لو شبحت ال دبليو بي سي ولقيتهم اقل من 4000 تخاف تشوف ال سي في ولا هذه من البور بروز صراحه يقول لها خطيره جدا نسبة بسيطه فيت 10% من الحالات فيت هيموتوا تمام حتى لو الكير بتاعنا عاد ما بالك لو احنا الكير بتاعنا شنو مش قوي الكير مش قوي او ميس ديجنوز علاش انت اصلا مش هتفكر في نيمونيا واحد جاني بدو من البين وفومتي ودهارية ودي هيدريتد شد يخليني ندير تشيست اكس راي اصلا فهمت الفكره وين ولكن لا لازم تفكر فيها انت في حاجه اسمها اتينيكا جيت انت هيمات يوريا وبروتين يوريا تشبه تلك زولار تلك دير يرمي الانس تلك في مشاكل تسحب انت مشكله في الكدني بس وهي اللي يقول لها اصلا ضاربه اللنج تمام فهي تمشي سيستمك وتاثر سيستمك قبل تدي لك مانيفستيشن وين في اللنج هذه نقطه الاتيبيكا تمام في معلومه بس بنقولها عارفين اللي يقول لها دي في لقطه غريبه شوي هي هنا اللي يقول لها قالوا ان هي تزود في الاي دي اتش سكريشن من البوستيريور بيتيوتري مش البوستيريور بيتيوتري يطلع في هرمون اسمه هاي بيتيوتري فوق يطلع في هرمون اسمه انتي دريتك شنو زي السركيدوزس فاللي يقول لك قال لك ممكن اضربه سنترالي ممكن تطلع اي دي اتش بكميه شنو عالي الانتي دريتك هرمون لو يمشي للكليه في الديستال كونفليتد تيبيول يشبط ميه بس لما يشبط ميه الملح اللي عندي في
الجسم هو الصوت مش السمعة اليوش. فالليجونيلا من النيموني قد تكون الوحيدة اللي تدير هايبوناترينيا ديليوشنال تايب. وهذا كلو يجيبوا فيه في الكساد ديليوشنال هايبوناترينيا بسبب اكسسيف اي دي اس سكريشن اللي هو يسموه سايدتش. السايدتش في الريسبيرت اللي قلت لك ثلاث مرات. السايدتش في الريسبيرت اللي قلت لك ثلاث مرات. لان كانسر بيعطي. لان كانسر. كانسر. صباح. السركيدوسيس اليوم قلت وين؟ الليجونيلا. تمام. وكأني انت لما تجي نقول شين اسباب السايدتش هو السكريشن اوف ان ابروبريت اتش 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 هلبا يدير ديليوشن هايبو لاترين. طب تعال يا اتش يطلع هلبا مش بالميه يخفف الصوت. فالصوت ككميه تبقى نورمال لكن اصلا نسبته بالنسبه للفوليوم شيرين خالص اسمها ديليوشن هايبو لاترين. هذا تو هايبو لاترين بتاثر على السي اس اكثر وقت ما زاد معناها هيماتيوريا بروتين يوريا هايبو ايبومينيميا ليمفوبينيا هذا كله شيء قاعد ابدومينال بين لويوم بين خاطر الكدي ينضرب. تمام. ومع ممكن شوية بين الكف شوية. تمام. هذه مين هي؟ يقول هذا والسيستم بتاعنا الكوليك سيستم كاتر في الصيف مش في الشتاء. تمام. شوفوا هذه نقطة هنا الهيرون هو اللي مشخص بيه جي نضوه في الهيرون انتجين الانتباضي انتجين بتاع الهيرون. تمام. دكاترة وفيري سنسيتيف لها فيري سنسيتيف لها لو ما قتاش بعين الدورة على السيرولوجيكال انتباضي في الدم. تمام. طوالح احسن تستطر تبيه في الميكوبلازما انتباضي اجي ام في الدم واحسن تستطر تبيه في الميكوبلازما يورن انتجين في اليورو. تمام دكاترة مع طبعا اكس راي والحاجات اللي قلناها وحنا سي بي سي وبي اس راي وسي ار بي. في نقطة بس مهمة شنو الانتباتك اللي مشي معاك؟ تذكروا امس انا قلت انتباتك واحدة ماكرو ليد صوتي مش معاك ماكرو ليد سيبرو ستة واحد انا قلت لك الميكوبلازما دوكسا سايكل واللي قلنا لها ريفامبسين اللي هو انتي تي بي. تمام انتي تيوبرتس فهذا اللي قلنا له ممكن يمشي معاه الريفام بي سي. تمام. انا هذه يمشي معاه عده تترا سايكلين ودوكسا سايكلين والصوص يمشي معاه سيبرو لوك لوك سيبرو فلوكساسين والثاني ماكلز يوم ريترو ريترو ازيتون يمشي معاهم الصوص. هذا تيبيكال ولا تيبيكال؟ تيبيكال يدير برونكو نمون. تمام. يدير برونكو نمون. هذا اللي قلنا له ممكن برونكو ممكن لوك نمونيا ممكن برونكو نمونيا فعادي هذه اهم حاجه. تعالوا قولوا لي مين البكتيريا تزيد في الشتاء؟ نيمونيا في الشتاء؟ ستريبتو 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 هيرمس لبيانس ستريبتو ستريبتو انفلونزا انفكشن ستريبتو فيرن سبيوتو ستريبتو نيمونيا ود نيموتوركس ستريبتو نيمونيا ود كافيتر ريليشن ستريبتو نيمونيا ود امبايليا ستريبتو ففي كلوز نيمونيا ود سمر وكولينج سيستم وجو مليح. تمام دكاتره نيمونيا واتيبيكال تكون هي ويزاوت سيل وول لكن يجي يقول لك ايبيديميك في الصغار كل ثلاث سنين اربع سنين ميكوبلازما. تمام. فانتوا في وسط الكلينيكال كيسز وافتحوا اسئله وشوفوا الاسئله بتاع نيمونيا كيف تيصلوا فيها. تمام دكاتره لازم تعرف الاورجانيزم هذا من هو هذول الاربعه اللي كتبتوا ستريبتو ستاف يقول لنا ميكوبلازما اكثر وحده تيصلوا فيها خلاص. موست كومن بكتيريا اورجانيزم يجي اتيبيكال ميكوبلازما موست كومن يجي اتيبيكال ستريبتوكوكس. شوفها لما يجيب لك الكحوليك وامر لو كليبسيلا ما تكلمتش عليها في اللي حطيه بول بروجنوزس وجراب نيجاتيف بس لاي وتدير اتيبيكال عشان يقولوا عليها كلمتين كليبسيلا. كليبسيلا تعرف لي عليها حتى في الشوت المكتوب عندك كليبسيلا تعرف لي عليها ان هي كومن تطرد الناس الكحوليك والدايبيتيك. تمام دكاتره دايبيتس ميليتس تمام او الكحوليك بيشن تمام وين تضرب عاده؟ تيبيكال بس تكتب لي في وسط مع الكليبسيلا كثير جانجرينيس نيمونيا جانجرينيس في صوص كثير جانجرينيس نيمونيا. تمام ستاف مش مكتوب ستاف في الكوكس نيمونيا ومن ثاني والكليبسيلا بس لما اجيب الكليبسيلا ديما الكحوليك ومعها نيمونيا عاده بيقول كليبسيلا. تمام. في معلومه مجرينا في يوس سيمولي والمعلومه هذه بصراحه انا يعني فيها كونترفرسيت بس هم في يوس سيمولي قالوها هيك في الام ار سي في غيروا شوي المصريين شوية مش معتقدين عليها. ركز بس ما يفعل يفعل. في كل مفشر في السنين قال لك. patient presented with symptoms of pneumonia. كف ديزني chest pain وفي patient ديزني وكف chest pain وحرارة فيفا. تمام. اوكي. ماشي مع نيمونيا. اعطاك كلو في وسط الكيس الكحوليك patient. تمام. What's the most common organism in alcoholic patient in our given pneumonia? What's the most common cause of pneumonia in alcoholics? المفروض نقول كلبسيلا لا هذا اللي مارسيلين قايلين لك لكن هي قايلين ان ستريبتوكوكا ستيمولي تاخذ الصداع حتى في الكحول هي رقم واحد
لكن رقم 2 مش هيموفلس انفلونزا. ما هي كترتيب في الكوميونتي اكوال دي مون، يمين الاول واحد تريبتون، وواحده هيموفلس، ثالث واحده ممكن تكون كوبلاسيس. لكن لما تجي واحد الكحولك هتكون اول واحده ستريبتون، لكن ثاني واحده هيتغير كلابسيلي. تمام؟ هذا كورن في الشركه اللي جايه يقول لك لا ديما ستريبتون هي رقم واحد. معنا ما سيبيك وش يقولوا كلابسيلي، بقى الحل بتاعنا شنو هو؟ في دافتسون شنو جاي؟ قال دافتسون ان الكحولك بيشنت مش يطلع من الموضوع. موست كومنلي افكتد باي كلابسيلي. ومش مقارن باي هل ستريبتون تغلب ولا كلابسيلي هي اللي تغلب. فتجي لي اسئله امتحاناتنا احنا عشان تلقى. يقول لك موست كومن نيمونيا بيكوز ان بيشنت وذ الكحول. لما يكتب الخيارات نقطة، لو كتب كلابسيلي ما يكتبش معاه ستريبتون. ولو كتبت ستريبتو ما يكتبش معاك كلابسيلا. فيكتب ستريبتو كوكاستيموني ميوكوبلازما ليجونيلا تمام كلاميديا يحط اي حاجه ثانيه شنو اختار هنا؟ ستريبتو. ولو كاتب كلابسيلا ما اختارش هنا كلابسيلا. بس انا بس حبيت نقول لك شنو هي لان ديما الكونتروفيرسيه والاختلاف لصالحنا احنا بالطلب تمام فما تخافوش من هنا اوكي. اهم حاجه لو قال يعني واحد الكحوليك وابر لوب كلابسيلا ما فيش الا كلابسيلا لان ستريبتو تضرب البيت اللور غالبا مش فوق. كلابسيلا هي اللي ما تضرب ابرمي. هذا بالنسبه لشني الاوركيزم. كلابسيلا تدير تير اتيبيكال هاي الكلام نيجاتيف بس اللاين اتيبيكال تايب. والكلابسيلا يمشي معاها تير جنريشن سيفالوس بولين. يمشي معاها تير جنريشن سيفالوس بولين. اوكي هاي تو كل اورجانيزم شنو بنعرف عليه دير تيبيكال ولا اتيبيكال يكتب في الصيف ولا الشتاء في الكلوز هي تعرفها بتجاوب عليها وتري تمام. في حاجه نفسك مش كومن عندها مشكله في صوص بكتيريا تعرفوها هيموفلس انفلونزا ولا؟ هي سكند كوز اوف كوميونتي اكوال نيمونيا. حشيشتها تضرب السي او بي دي ديش. حشيشتها دي نيمونيا حلو سي او بي دي ديش. بسالكم سؤال ذا موست كومن اورجانيزم افكتنج بيشنت وذ سي او بي دي ثلاثه قلتهم مره كده زاد ستريبتوكوكس نيموني هيموفلس انفلونزا مرغزيلا كاتاراكس. هذا راهو احنا هذا الكلام لا في السيستيك فايبروزس جونازوس سودومونس وستافيلوكوكس. في السيستيك فايبروزس في السي او بي دي ثلاثة ستريبتوكوكس ديمونو هيموفلس انفلونزا وستافيلوكوكس. فلما يجيب لي حد سي او بي دي عندها نيمونيا ستريبتوكوكس ديمونو أول حاجة وثاني واحدة قاعدة من هي معايا هيموفلس انفلونزا تمام. الكحوليك فكر في كلارسيلي خلاص. في بس لو كان لي طيور في بكتيريا اسمها كلاميديا في كلاميديا نومني في كلاميديا بستيسي يا اخي كده وين تضرب؟ تضرب الناس اللي يحبوا الحمام ويربوا في الطيور تمام؟ اللي هو ادمان عند بعض البشر تمام؟ هوايه لدرجه الادمان يعني قامز مع الحمام اللي يربي فيه اكثر من قامز مع العيال تمام؟ عشقك تلقاه غرفه الحمام هي انظف من حوشة تمام؟ من كثر الاهتمام به. هذه هيك هوايه كل واحد يعني بحاجه. فالناس هذو مساكين ممكن شو يصير لهم؟ ممكن يصير لهم فيبروسس اكسترنسك الرجيكال كولايتس اوكسيد نيمونيا بالبكتيريا يعني. فلما اجيب كويشن في البيرد كونتاكت كونتاكت وذ بيرد يعني هذا كونتاكت مع العصافير والطيور اوكي ريسك فور نيمونيا جاك نيمونيا الاورجانيزم هذا هو كلاميديا شني بستيس. واسمع ابني خصوصا الاورجانيزم في الكالتشر ولا من كنت تدير لهم ايزوليشن كلاميديا بيكون لازم بالصوص هذا تمام. حتى هذه تمشي بشني بعائله التريسايكل اللي هما دوكسوسايكل. كل كلاميديا تمام تمشي دوكسوسايكل حتى ترايكوميتس حتى فاجينالس كلاميديا بصفه عامه تريسايكل. كلاميديا ميكوبلازما دوكسا اللي هي من عائله شني دوكسوسايكل اللي هو عائله تريسايكل خلاص. هذه بس الكلوز. لكن اهم وحدات الاربعه اللي انا شرحت عليها الاربعه لو لا تتكلم ستريبتو والستاف والليجونيلا والميكوبلازما. هذا بالنسبه للنيمونيا كاورجانيزم. على عاد مش هسألكم موضوع نيمونيا في نقطة بس نتكلم عليها. في حاجة اسمها هوسبيتال أو كمان الكوميونتي هوسبيتال أكوار نيمونيا. هاي هذا تكلمت عليها من تصير هذه منهم؟ هيلت كير وركر اللي يخدموا في المستشفى اللي هم ميكانيكال فنتيليشن اسوشيتد نيمونيا. لكن انت يبدا بعد قديش 48 ساعه 48 ساعه دافت سون جاي اني بيشنت بريزنتد مور ذان 2 دايز ان هوسبيتال ادمتد ان هوسبيتال مور ذان 2 دايز لوك فور لوك فور لو صار لك فيفر نيو فيفر حراره جديده ازاي عنده بيرلنت كف ان شاء الله كان عنده كحه عاديه وبنت بيرلنت تمام نيو تشيست اكس راي تشينجز البيشنت هو بدا عنده شنو تغير تشيست اكس راي او ايفن اليفيشن في السي ار بي سي ري اكتف بروتين
after 2 days from admission in the hospital, احنا هذا نشوف في الدكاترة في النظام. لأن أكثر infection يصير بعد يومين من admission منه respiratory. أكثر infection يصير في الهوسبيتال بعد يومين من admission شك منه في respiratory. فالrespiratory infection هذا لازم نعطيه clue. بالذات إذا كان البيشن ريكوال أو نيد الأكسجين ده يزيد. increase oxygen شني؟ required. بمعنى إن البيشن كان ياخذ في أكسجين شوية ويقول خلاص أنا مش داهش. يبدأ يبي أكسجين أكثر لأنه ديما داهش الدي والأكسجين saturation شنو ده يصير معه؟ drop. هذا دليل على خشف respiratory شني؟ infection. الحاجات هذه كلها دليل على ان البيشنت بدا عنده respiratory infection او نيمونيا. تمام after 2 days مش قبل هيك. قبل هيك معناها جاي من قاعد الكوميونتي لان التريتمنت هيختلف هنا. زعما من اللي بتخاف هلبة منها هوسبيتال قال لك تبدا الحراره والتغيرات بعد 48 ساعه. اغلب الحالات السيمبتومز كومبليتد within 5 days. تمام دكاتره ولكن بيجي يقول لك هنا الاورجانيزم اللي يديروا هكي وهم طبعا على اساس نتكلم على الاورجانيزم وجهه صحيح ولا يتحشف؟ ما يتحشفوش هم قاعدين في وسط مستشفى. تمام بكتيريا قاعده في وسط مستشفى. تمام زي واحد هارب من الشرطه في وسط الحبس نفسه. تمام ده صراحه داخل فهذا خلاص هو في وسط مستشفى من امه هذه ستاف. تمام وقال لك هذه جرام بوزيتيف كوكاي ستاف اونس. تمام والجرام نيجاتيف بس اللاين جرام نيجاتيف شني بس اللاين اللي هم السودومونس ثم السودومونس ما تنسوهاش سودومونس كلابسيلا والشريشة. هذا الدكاترة فيري كومن يديروا هوسبيتال اكوار نيمونيا نوزل كورنيال انفكشن وريزيستنت تلقاني عايشة داخل هذه ريزيستنت لي انتي بيوتيك العام العادي يعني. تمام شوفها استافورس انتو تعرفوها اسمها هي رعاية المارسة هي اللي في المارسة متسلم ريزيستنت ستاف اورس. تمام خلاص يعني اوكي احنا المارسة هذه اوريدي ان هي معاشر شراعي متسلم فبيها بتدفع فانكومايسون فيرو. لهذا قال لك لو انت شكيت في الهوسبيتال اكوار نيمونيا والبيشنت كيف تعرف ان هو بدي عنده نيمونيا من الهوسبيتال بالحاجات هي اللي قلتها طول حكايه في الثيرد اي فيا ثيرد جينيريشن شنو؟ سيفالوسبورين هذا يتغطي جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وتزيد معاهم حاجه جرام نيجاتيف قويه جلدة مايسن. تمام فبتعطي صوص كفرنج برود سبيكتروم جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف لان انت مش هتعرف من هو اللي عنده تو. تمام بعد ما طبعا سحبت المتسام بتاعك والبط والبيورين والسبوتا. تمام وقبل ما تطلع الكورس بتاع الانتيبيوتيك خلاص شوف لو شكيت ان الحاله ستاف انتوا اكثر ناس تقدروا تتصرفوا ستاف كون بيرلنشن سريع كده في كابيتال ريليشن في حاجات كده على ان هي ستاف اسبيريشن بعد اسبيريشن بالداف في الهوسبيتال ماشي مع ستاف هنا لازم تركب للريجيم هذا فانكومايسن خليه يلتقي انك انت تعطيه فانكومايسن. تمام لاحظت حاجه لو ستاف جتني من الشارع كوميونتي نبدا فلو فلوكسسل لو ما مشاش نعطي فانكومايسن كان مدروج لكن لو ستاف جتني من فصل المستشفى ما يمشيش معاه فلوكس السلم راك تعطيه فلوكس السلم كانك هيك جرب خلاص فانكومايس طول لان حتى الفانكومايس تلقاه وراك ما داش ريسبونس كويس. تمام فتضطر تضيف لا بعدين لينوزومايد او حاجه ثانيه تقول اللي هو لينوزومايد السودومونس عادي حتى هذه خطيره عندنا قال لك هذه شنو عادي كيف تاعنا في الانتيبيوتيك من الانتيبيوتيك اللي يقتلها سودومونس تكرا سلم يوم عندي سودومونس من السلم ما تنصبش تكرا او بيبرا سلم تكرا سلم او بيبرا سلم هذا من السلم خاصات بالسودومونس. تمام وفي السيبرو فلوكس سلم يقتلها وهي فيري سنسيتيف وفي انتيبيوتيك اخير اختار من تبني هذا وهذا عندك واحد ثاني اللي هو تاجي فورج جينيريشن سبارسبرين سفتا زي دي لو انت عاطي له تاج جينيريشن سيفرو ترايكزون سيفرو تاكزيم سيفرو كزيم تمام مما كلافوران ورسوفين لكن هنا سفتا زي دي اللي هو منو هذا فورج جينيريشن سبارسبرين هذا اللي السودومونس هتموت فيه في الاخير. تمام بالذات افتكر اسلم من بيبرا سيلا فيري سنسيتيف دي فانت السودومونس الكلوز بتاعها في امتحانات يجيب في شهر 5 بوست ميكانيكال فنتليشن بوست ميكانيكال فنتليشن خلاص هذه هوسبيتال اكوار نيمونيا اعرفها بس امتى تصير بعد يومين وكيف تعرفها بالحراره تغير زادت اكسجين ريكورد اكثر تشيست اكسري تشينج ولا ترى السبيوت. تمام هنجي نتكلم على حاجه توا اللي هي اسبيريشن اند لانج ابسس اسبيريشن نيمونيا اند لانج ابسس
اسمع كلام يعني كلام متكرر طبعا فهمت هذا كله قلناه في امس الاسبيريشن اقراها هي ولا نقابس سوا سوا لان عاده الاسبيريشن نيمونيا شيء كبير لا اول حاجه من هي النيمونيا اللي تصير من هو البشر البيبل انديفيدوالز اللي ريسك فور اسبيريشن اول حاجه اللي تصير في الاسبيريشن لو يمشوا للرايت سايد وحشيشتهم يكونوا في اللور لوب ابر بارت او ميدل لوب واكثر لور ابر بارت لور لوب ابر بارت وفيري كومن يخش منه لاند ابسس معناها حشيشتهم لور لوب ابر بارت في لور لوب او ميدل لوب اعلى نقطه في اللور لوب او ميدل لوب في دكتور في شارع الزاويه يبديك ما تقولش الا لور لوب فالاسبيريشن نيمونيا موست كومن اريا تبي تشوفه تكسرها في اول مكان رايت سايد لور لوب فولد شتا كان اهو تمام تمشي وتخش شنو يعني كل اللي بيخش في الاير واي وينزل على اللنج انيروبيك انيروبيك انفكشن ممكن او اورال نورمال فلورا بتاع داوت تخش بيبرم هذا الاورجانيزم ستاف كولس ممكن كلابسيلا ليجونيلا هذا كله ممكن ينزل يخش مع الاورو فرنجل فيوزي بكتيريا تمام نورمال فلورا هذه فيوزي فورم بكتيريا كلها اورجانيزم خلط ما تقدرش تظبطها من هنا بلس كيميكال يا سلام عنده واحد عنده شوية شيني قصر سيجي رفلكس شوية فلورا مع HCL ينزل على اللان شيني ديرو نيكروتايزين نيمونيا مش نيمونيا عادية نيكروسس معانا وغانجرينيوس تمام فهياكل التشو هنا ويدير لي بعد شيني كافيتي وابسس لهذا ديفيدسون تلقاه رابط في عنوان باراجراف تاع الاسبيريشن نيمونيا كاتريك اسبيريشن نيمونيا شرطة لاند ابسس لان عادة الاسبيريشن نيمونيا اسوشيتد وود لاند ابسس يعني هذا لازم نكتب ستاف كورس معه تمام من كلاب سيلا هذا الصوت اللي يجيبوا فيه ستاف من كلاب سيلا هو هذا مخش في كل طبيخة ما تصير تمام في الهوسبيتال موجودين تمام في الاسبيريشن موجودين هم يديروا جانجرينيوس نيمونيا تمام الصوت هذا وهم يديروا ابسس وكافيتي ريليجن في اللنج نيمونيا بتاعهم ايه الوحدة ممكن تضرب ابيك هذه من هي كلاب سيلا هذا بس ستاف تغلب هناك اوكي شنو الفرق بين واحد اسبيريشن نيمونيا شنو الفرق بينها وبين واحد نيمونيا عادي شنو الفرق طبعا بكي قلت لك شنو الفرق بين واحد هوسبيتال اكورد نيمونيا والكوميونتي اكورد نيمونيا شنو علاش يبقوا فرق اصلا انا عادي اخطب لا علاش لان الاورجانيزم انفيرنس خطير لو هنا البيشن عنده ضعيف لان اللي تصير له عنده مشكله ثانيه فهمتوا يعني عنده سي في اي او عنده حاجه ثانيه فاوريدي اصلا هو نلعت راكسة وعنده بروكن كوموربيديتي تاني لهذا السبب هذه الفيروس بتاع البكتيريا لو خشت عليه اوريدي واحد في المستشفى اوريدي عنده مصيبتين هو مريض انا في المستشفى راجل وثاني البكتيريا عنيفه تمام وهنا البكتيريا اللي خاشه ميكسد خلطه كذا بكتيريا مع بعض في نفس الوقت ثاني هو اوريدي عنده مرض ثاني فتخلي ريسبونس التريتمنت ضعيف تمام زي ما نعالج واحد عنده سي في اي وجلطه في دماغه وعمره 70 سنه او عنده مستينيا جرافيس زي ما نعالج واحد دورمان رجع باتجاه اسبيريشن يمكن زي ما نعالج واحد اسبيريشن تيم مع الكحوليك دراج ابيوز اي في هيروين كوكايين زي ما واحد عادي اكيد لا اما اصلا بيرسون اللي سايله هيك البيرسون اللي سايله هيك او الانديفيدوال اللي سايله اسبيريشن مشكلتهم في ان منعتهم ماكس ان عنده مرض ثاني تمام مسبب الموضوع هو في بس معلومه البرزنتيشن شو الفرق بيناتهم حراره تشيست بين جيك نفس الكوميونتي اكواد بس بتزيد لي حاجتين او ثلاث حاجات رقم واحد هما تلقى عندهم هاليتوزس قوية شنو هي الهاليتوزس؟ بعد سمن ما هو تصمت فمهم كريهة جدا تمام زي برونكيكتسس حتى برونكيكتس كان ابسس فهذا علاش عندهم هاليتوزس قوية ثاني حاجة اللي عنده ابسس عنده حرارة من طريقة معينة اسمها هيكتك فيفر الحرارة تلقاها تركب 40 وتنزل درجة درجتين لك بتوليش النورم وتركب ثاني فهذا اسمها شنو؟ هيكتك فيفر اتس نوت انترميتنت اتس فلكتويتنج يقول لك دكتور الهيكتك فيفر هذه حاجه ثانيه تصير معاهم هيكتك تايم دليل على وجود ابسس في الجسم هيكتك فيفر فالهيكتك اللي هي
تلقى الدور الفعالي تنزل شوية وتلقى تالي تنزل شوية وتلقى تالي تنزلش الطبيعي تمام تعرفوا لو نزلت الطبيعي اسمها انترميتد تمام لكن هي تنزل شوية وتلقى ما تفوتش ال 1 ديجري سنتيجري فلكتويشن حتى بالباراسيتامول ما تنقصش لأن في أبس في الداخل. ثالث حاجة مهمة دكاترة إن الناس هذه يصير لهم كلوبين فيري رابيدلي أند إيزلي كلوبين في الفينجرز فالنيمونيا مع كلوبين قاعد يتعلم أبسس في الصين كلوبين فلما يجيبوا لكم نيمونيا مع كلوبين وكافيتري ليجن افتر اسبيريشن نقول لك بيشنت عندها هيميبيجيا لونج كيس اوف سي بي اي فروم 20 ييرز باك بريزنتد ويز فيفر تشيست بين اند كف اون اكزامينيشن عندها باد اودر اوف ذا ماوث اون اكزامينيشن ذا هاتر از كلوبين شيل مازال تراجع هذا عليه وعلى مين هو؟ اسبيريشن تشيست اكس راي شو كافيتري ليجن وذ اير فلو ليفل اوكي الفكرة في الموضوع ان قلت لك الاورجانيزم هما زي هادو وممكن يكونوا انايروبيك ولا انايروبيك بالماوث فلورا تخش الجسم فلهذا كل اللي نبيه منك ان المانجمنت انتي بايوتيك انتي بايوتيك واكسجين زي الكوميونتي بس الابسس اني وير ان ذا بودي يو هاف تو ترينج لازم تديله ترينج اي ابسس في الجسم لازم تنحيه لو ابسس قعدت في الجسم عمره ما يمشي هيدي لك انيميشن ومشاكل تمام فانت مع الانتيبيوتيك والمانجمنت هذه تشبح سايز اوف ابسس وكان كبير الكافيتي يو هاف تو ترينج ذيس ابسس لان انت عارف ان الابسس هذا لو انت ما طلعتهش هو بيطلع لكن بيطلع يطلع لو انت طلعت بالتيوب اوكي يطلع اسبيريشن اوكي من برا معناه لو طلعت دي فيستشر ممتاز دكتور وبيفتح البلوره بيدير لي شنو؟ يبين يخش في مشاكل ثانيه تمام بلس انه الحرارة مش هتنقص له حتى بالانتي بايوتيك وهتقعد يكتك وهتعمل بيشنت يو هاف تو درين اني ابسس موجود فهمتوا كيف دكاتره الحاجه الثانيه معناها التريتمنت بتاع الحاله دي شنو كثير؟ انتي بايوتيك ودرين الابسس تمام دكاتره وتدرين لازم تدير درين تحين خلاص وليد لو جاك الامبايميا معاها والمشاكل يعرف وراه لما تدير درين الامبايميا بس في البوره التيوب بتاع تشيست تيوب يكون اعرض لانها مش فلود عادي خاطر بس طيب في مور دايمتر وهذا الدكتور عليه تو يتكلم لكم عليها هذا تمام في الانستمر الحاجه الثانيه بس نتكلم فيها شو رايك في الانتيبيوتيك اللي بتعطي؟ انتيبيوتيك بتعطي شنو هو؟ زي هو برود سبيكترم لكن ارجوك لابد تخلط معاه انيروبيك نبي نعطي انتيبيوتيك اجينست انيروبيك انفكشن في صوص انتيبيوتيك انا حافظه متبتال ضد الانيروبيك انفكشن وانت ما تنساهمليش تعرفوا الفلاجين شنو هذا؟ نعطوا فيه للانيروبيك انفكشن الاحسن الاحسن تحت الديافرام اي انيروبيك انفكشن تحت الديافرام يعني نقصه ده جي اي تي فوق الديافرام انيروبيك انفكشن كليندامايس فالكليندامايس اللي يخدم انيروبيك انفكشن فوق الديافرام في درس الاكسفورد كبير حتى الفلاجين يخدم فوق لكن اللي احسن في التشست فوق الديافرام يخدم كليندامايس تمام فلو نعطي مثلا نعطي اموكساسيلين او بيتا لاكتام سيفالوسبورين ومعاه كليندامايسين او بيترونيدازول واحد منهم تمام يخدم ضد الانيروبيك في الاسبيريشن خلاص دكاتره هذا الاسبيريشن اعطيني دكتور كي نشوف الاسئله في الامتحانات كيف يجيبوا لنا الاسبيريشن عنده سي في اي اي في دراج ابيوزر هو تمام اي في دراج ابيوزر انا فصلت المدرسه لما تجيني نشوف ثلاث امراض كيس هيك يا رب هيك والله انا في الاخير لما توصل المرحله هذه هجيب باذن الله الامتياز اي في دراج ابيوزر انا اكتبها في الكيس سيناريو بتاع ميدس تشوف ثلاث امراض يا اما هتكلمني على الاتش اي في والايدز يا اما هتكلمني على الفيكتيف اندوكاردايتس رايت سايد يا اما هتكلمني بيشت هذا انه نيمونيا واسبيريشن تايم لان كل اي في دراج ابيوزرز او دراج ابيوزر والكحوليك ريسك فور اسبيريشن تمام فلازم تتجمع واحده من ضمن الكلوز هي سي في اي عندها جستينيا جريفز عندها ديسفيجيا عندها مشكله في اللي هو يبلع تمام الكحوليك وجاي كلام ابسس وهاليتوزس وكلابي تمام تعال نقول نون نيمونيا وكلابي اسبيريشن ريش يتعلم ابسس معناها كلابي ما يطلعش نيمونيا عاديات يطلع الابسس فورميشن بدات لانج ابسس اللي هي افضل شنو؟ اسبيريشن خلاص دكاتره قولوا لي في رايت ولا اكثر؟ رايت عندهم هاليتوزس والاذر سيمبتومز زي ما قلنا في الكوميونتي اكوار نيمونيا موجوده فاهم؟ ما عادش سبين وكف غير ممكن يكون عندها بيرلين سبيرتون فاهم تمام بتغطي اروبيك وانا اروبيك اوكي اخر حاجه في النيمونيا مش هنطلع منها اخر حاجه اسمع فكر فيها كلاسيفيكيشن في نيمونيا كوميونتي اكوار نيمونيا اهم واحد هوسبيتال اكوار نيمونيا اسبيريشن نيمونيا في ريكرنت شيني نيمونيا نيمونيا نيو كوبرمايز على عاد نقول حاجه من وين تصير ريكرنت نيمونيا؟ كرونيك لونج يعني واحد ازمه
سي او بي دي بروكيتسس هذا كله كرونيك ديزيز تصير لنا هاي لوكال ناس بس عندي فرفدي حاصل ما طلعوش او عندي لانكشني تيومر ناس او عندي الانفلاج كبيره لوكال بدل الانفكشن تمام هذا يديروا ريكاونت ولا لا ريكاونت كلها ريكاونت هذا مناعتي ناقصه لو اميونيتي مين اللي مناعته ناقصه اللي عنده مالتيبل مايلوما مالجنس بصفه عامه مالنيوت ريشن انت اللي تشندر ممكن تسند تمام لكن اهم حاجه الرينال فيلير والليفر فيلير تمام هذا ممكن تسند شنو ريكاونت تقول بروجنوزس تمام بالاخير نلعب على احبال افكار ما تحفظش والله ما تقدر تحفظ الباقي مش هتحفظش تمام انت شو بدي تقول لي واحد ريكاونت مونيا معناها مناعته ناقصه كيف نديرها؟ يا ريسبيرتوري بروبلم نفسها المناعة لوكال مضروبة يا سيستم صح؟ باي لوكال ريسبيرتوري ديفنس مضروب لما تكون اللنج مريضة أي كرونيك اوبستركتيف ايرو ديزيز عمو أزمة سي او بي دي برونكيتس تمام؟ أو تكون لوكال أناتومي مضرب لنف نود ضيق مكان تيومر ضيق مكان ماس فورم بادي باتشا حاجة داخل تكون جود ميديا فور انفكشن هذا دي ستيزس في اليوكس أو يكون المناعة تاع بشني كلها ناقصة تمام؟ من أشهر الحاجات اللي هو الكانسر المالجنسي يعني ايش ينقص المناعة؟ لا المالجنسي نفسه ينقص المناعة دكتور حاجة داخل تاكل في الماكلة بتاعك في البروتينات بتاعك أنا مالجنت سل هذه نورمال سل بيجي سكر بيجي بروتين بيخش الخلية هذه مش هنخليها هناخذها أنا تمام الخلية هذه لو هي بي سل وتحول بلازما وتعطي أنتي بودي ما عادش تقدر تمام ففي من ضمن الكانسر بصفة عامة هيكون أصلا كشك سكر أو مال نيوتريشن ومعهم لو اميونيتي بصفة عامة تمام مال نيوتريشن مالتيبل مايلوما ورين الفيلير وليفر فيلير تمام نفسك في الكلينيك ليفر فيلير كيف ينقص مناعة؟ هاي الانزيم بروتين الدكتور في الميلوغلوبين من يطلع من ليفر تمام دكاترة الكلني لو عندي نيفروتيك سندروم كل البروتينات في اليورين سلمني مع السلامة عاش فيك خلاص فتو تجي تشبعك انفكشن زي واحد عنده اتش اي في وخش في ايدز شو رايكم فيها؟ ريكرنت تمام انفكشن هذا احتمال مناعته ناقصه داخل في كيموثيرابي ريكرنت تمام انت خلاص في عاد بس حاجه نقول لكم اللي هم نيمونيا في الاميون كومبرومايزد انديفيدوز واحد مناعته ناقصه بتصير نيمونيا دكاتره الاتش ار في اللي هو دكاتره الاتش ار في بيشنت شايفين بوزيتيف هل هو عنده ايدز؟ لا خلينا نجي نتكلم عن نيمونيا اكثر درس مهم مع نيمونيا ان لو كان واحد نيمونيا ان وين؟ اميون كومبرومايزد في فيديو مناعه تاع نقص الاتش اي في مش هو اللي يقتل هو يخلي جهاز المناعه يقتل هنا نقص الاتش اي في هو فيروس يخش يلعب على خليه مناعيه اهم التيروفوسايت اللي هي سيلولار تايب اميونيتي مش سي دي 4 بس سي دي 8 سي دي 4 السي دي 4 هي اللي بتدير السيلولار اميونيتي بتاعها لان السي دي 8 مسؤوله عن الهيومن اميونيتي هي اللي بتحفز البي لنفوسايت مش تطلع بلازما سيل ويطلع انتي بادي السي دي 4 عاد هي اللي تتكلم حتى تقتل نفسها وهي نفسها اللي تحفز السي دي 8 فمصدر المناعه منها فلو ان ضربتها هي شكرا ما فيش حاجه هتمشي في الدبليو بي سي كله السي دي 4 ككاونت لنفوسايت قداش في النورمال فوق ال 500 ألف عندكم انتم فوق ال 500 ألف الناس اللي يخشون بالفيروس هذا في دمهم ويبدا تخدم السي دي 4 يبدا هو يكسر فيها وينقص في السي دي 4 كاونت يبدا شنو يدير؟ ينقص السي دي 4 كاونت لما بيشنت يبدا ينقص السي دي 4 فاسمع اي بني ادم عنده اتش اي في بوزيتيف وسيدي 4 كاونت أبوف 50,000 تمام 50,000 تمام البيشنت هذا شنو يكون؟ عنده اتش اي في بوستر بس ما عندهش ايدز لأنت يبدا عنده ايدز لما يبدا الاوبرتونستيك انفكشن ومعنى كلمه اوبرتونستيك انتهازي لنقص المناعه تمام فاول ما يبدا ينقص على 500,000 تبدا عاد مشاكل تمام ومش ديما دكاتره المشاكل تبدا من الاول اوكي انت على كونستي تو ندوش على كيوت يجيك في كيوت فيز زي كومن كولد اتش اي في الاول زي البلدة ما يمشي الحاله بعدين يبدا البروسيس بتاعه يقعد الانكيبيشن بيريد بتاعه 10 سنوات انت ايش تحت قداش؟ تحت 500,000 هو دكاتره يقول لك لو تحت ال 200,000 الرقم هذا حيفضل صنع البيشنت ريسكي فور نيمونيا في اورجانيزم معين
الاورجانيزم هذا اسمه نيوموسيستس كايد نيموني بي سي بي. الاورجانيزم هذا نيوموسيستس كايد هذا ذكرت الاورجانيزم فانجاي في الاصل تمام. الاورجانيزم هذا ما يضربش اتش اي في بيشنت الا لما السي دي 4 ينقص تحت الداش. لو جاتك حاله اتش اي في اللي هي ولت ايدز هتخش لها اوبرتونستك انفكشن نيمونيا بالاورجانيزم موست كومنلي هي اسيد. معناها واحد جاك ايدز سي دي 4 في الكيس تقوم اقل من 200,000 طاح هذا معناها شنو هذا؟ اي سي دي نيوموسيستس كاريني نيمونيا تمام. نيوموسيستس كاريني نيمونيا تمام. اسمها اسمها نيوموسيست شنو هذه؟ لا اسمها اسمها كاريني تو اسمها جيفرسي جيفرسي ولا جيفرسي المهم اسمها هذا ذكرت الاسم بتاعها فهي نيوموسيست جيفرسي هي نفسها نيوموسيست شنو؟ كاريني تمام كفنجر. وفي اللي تعلقوا عليها في اللي يقول لك هذا بارازيتك وفي اللي يقول لك بكتيريا فهي صنفت في الاخير تو ان هي فنجر انفكشن. اهم حاجه تحفظ لي الرقم امتى يضرب؟ اقل من 200. انا شفت تجميع هذه لانها تقراها في الانفكشوس في الاتش اي في الايدز هيقول لك لما بيشن تحت ال 200 اما انفكشن يكثر عنها. دي سي دي اللي هو نيوموسيستس اللي هو كاريني. لو تحت ال 100 فوق ال 50 يعني تحت حتى ال 100 لكن قاعد فوق 50,000 هو نورمال فوق ال 500,000 هذه التوكسوبلازما عفوا التوكسوبلازما جاندي بتاع الكتاطيس توكسوبلازموزس يكثر هنا. لو تحت ال 50,000 اكثر انفكشن يزيد تحت حتى ال 50,000 الماك شو هو الماك؟ انفكشن مايكوبكتيريوم افيوم كومبلكس والله لا يجيبوهم يا دكاتره مايكو بكتيريا افيوم كومبلكس هذه مش مايكو بكتيريا تي في هذه من عائلة المايكو بكتيريا سبيشيز تمام من عائلة المايكو بكتيريا في أكثر من 400 نوع تمام لكن اسمها الماك مايكو بكتيريا افيوم شنين كومبلكس تحت الداش هذه 50,000 تمام. التبتهم التوكسوبلازما يا دكاتره تصدق في ناس لما في الايدز يوصل السي دي 4 بتاعهم 210 يعني مازال مش تحت ال 200 ولا لان عارفين فيري كومن يعني يخش في نيمونيا في ال 210 مش ريسك هو مازال لا لما تحت ال 200 هذه الكومن في ال 210 في وسط المواد يعطوه في كوتراميتوزول اللي هو ترايمتوبلين مصرفة بتوكسازول انتي بيوتيك بروفلاكسس 3 أيام في الاسبوع مش ما يخشش في نيمونيا. فهمتوا الفكره وين؟ يعني البروفيلاكسس يبدا وانس انه قريب يوصل لل 200 اوكي؟ معناها تو فهمت مني حفظتك التريتمنت بتاع البي سي بي شنو؟ شنو هو؟ كوترايموكسازول مش الانتي بيوتيك اللي قلناه تمام؟ شنو هو الكوترايموكسازول؟ كومبانيشن ترايميتوبريم وسلفاميتوكسازول تمام؟ هاي دوز لو تريبيوتيك 3 أيام لو بروفيلاكسس 3 أيام في الاسبوع لو تريبيوتيك على غالبا كل يوم كوست طويل تمام دكاتره؟ تمام؟ هذا بالنسبة منه لحالة النيمونيا وصارت واحد مليون شنين كومبرومايز زي منه زي الايدز بيشن اقل من 200 تمام دكاترة دائما لما تلقى سي 4 كل ما نزلت كل ما يخش معها انفكشن ثاني اقوى واللي بعده واللي بعده تقصد لازم اعلى منه على الماك شوفوا تحت ال 50,000 كل شيء يبدا يصير لنفوما سينس لنفوما تمام دي مايونيشن النيور كلها يصير لكن الانفكشن اساسي من هو طبعا بيقول انت كيف تشخص حاله نمونيا اتش اي في بيشنت في ايدز كيف؟ بلا دكاتره مش تكون سوبر خدمه اسمع دينا البرزنتيشن اللي موجود في الكتابات اللي هو التيبيكال يصير مع ناس مناعتهم كويسه شباب عمر الميدل ايج الايدز بيشنت مناعتهم خارحه لو والجرياتر مو هم الجرياتر انتوا الكبار هلبا ديما البرزنتيشن ايه تيبيكال قولوا لي جريتك في النيموني شو ممكن يجيك بس كونفيوجن ما عندناش عرض ثاني هو نيموني تمام سي في اي قلت لكم يجينا ابيليبسيس حاجه يعني ما بكره مش هتورق لك ما عندوش ويكنس مش واضح حتى لو تقول كلمه لو واحد ايدز بيشن النيموني بتاعه مش هتكون شنو؟ بتكون عادة السيمبتومز فيري جرادي ولو ايه تيبيكال فمش انا اقول كف مينيمال حراره ممكن ما فيش بكل تشيست ساين ممكن نورمال اكزامينيشن في التشيست تمام تخيل انت تدير تشيست اكزامينيشن نورمال وهذه مكتوبه في شيتكم عندكم مكتوبه في نفسه يقول لك ميبي ذا اكزامينيشن ان بيشنت ويز نيمونيا يعني نيو سيست شني كانت نيمونيا يكون الاكزامينيشن شني نورمال ما عنده شيء خلاص هذه مشكله ولا مشكله صح ولا يقول لك مرات يجينا بيشنت نيو سيست سكرين حاجه واحده مرات في البرزنتيشن نيو ثوركس اللي هو شنو؟
اير واي في البلورا معناها هذا جاي اتيبي كالصاب تشخيص. تعال هاد معنا انفستيجيشن بين دار قولوا انتم انفستيجيشن نديروا في الحاله هذه انفستيجيشن جست اكس راي ولا في اليوم اسيست سكان جست اكس راي 10% من الحالات نورمال والباقي 90% 80% شو ممكن تلقى؟ تلقى حاجه اسمها بيري هايلر انفلتريشن بيري يعني في الهاي مالين اوباسيتي هيتروجين بس نوت سيجنيفيك نوت سبيسيفيك حتى فالبيري هايلر انفلتريشن هي تلقاها في تشيست اكس راي ممكن ممكن شنو تطلع نورم تو خذها هي نورمال تشيست اكس راي does not exclude specific type of pneumonia. واحدة قلتها بس اللي هي منهم النيمونيا يعني ميون كومبرومايز. Other pneumonia you should have finding in chest X-ray. You should have finding أي نيمونيا تاني إلا هي. لأن النيمونيا الوحيدة اللي قلت لك الإكس-ري فيها ممكن يكون نورمال هي هذه. اللي هي with 8 patients. تمام دكاترة اللي هي منهم PCP. يوم assist scanning النيمونيا. النيمونيا التانيات كلها لازم الإكس-ري يكون فيه opacity. يا هيتروجينس يا هيموجينس يا اللي هو infiltration. هل 90% تلقى فيها الانفلتريشن وين؟ فيري هايلر لكن 10% خيرهم؟ افرض واحد جاك بأتيبيكال سيمبتومز ماي كف شوية تشيست بين حرارة شوية لا تذكر وممكن ما فيش درت اكزامينيشن لقيته طبيعي هو اتش اي في بوزيتيف درت له سي بي 4 لقيته 150000 تحت ال 200 شاك كان في مون درت له تشيست اكس ري لقيته نورمال اكسكلود لا تشيست اكس ري نورمال دوز نوت اكسكلود شو بدي نكست ستيب؟ اما تحفظ امي تبي تبي اكس ري نورمال تشيست اكس ري نورمال نكس ستيب انك انت تبي تاخذ شنو؟ سبيوتر ما سبيوتر هذا عادة الكف بتاعهم دراي ما يطلعش سبيوتر فشو بدي له؟ برونكو قلب ولا شنو؟ لفاش على فكرة في قبل هنا ممكن تدير سي تي سكان عرفتوا الهاي ريزوليوشن اللي هو اعلى صورة من الاكس ري الهاي ريزوليوشن سي تي سكان اشبه لو نورمال داز نوت اكسكلود يعني حتى هو ممكن يكون نورمال لو هو نورمال بدير نكس ستيب بعدها برونكو قلب ولا لفاش بتاخذ سبيوتر شن بدي تبي تصبغ الفنجاي هو نيوم سيست سكارني هو تبي تصبغ كيف يصبغ هذا بالجرام ستيل زعما لا 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 بالسيلفر ستيل او جيمز ستيل يصبغ دكتور هذا البي سي بي تصبغ به هذا في سبيوتو ولو هذا انفستيجيشن اوف تشويس ركز هذا معك انفستيجيشن اوف تشويس يعني لو كان اللي فوق الصوره هذا نورمال يو هاف تو تيك شني سبيوتو لو السبيوتر نورمال ما كانش فيه الاورجانيزم داز نوت اكسكلود هي ماشي من جيب بايوبسي معناها الدياجنوزس الجولد ستاندرد تيست اللي هو النهائي بتاعي شنو ندير؟ بايوبسي لانج بايوبسي او تيشو بلورال بايوبسي هذا دكاتره عاد لو بوزيتيف كونفيرم او نيجاتيف اكسكلود تمام دكاتره في اخر مرحله عندي الانفيزيف اللي هو شنو؟ بايوبسي على فكره النيومو سيست سكرين نيمونيا ديفيكالت تو دايجنوز صح ولا لا؟ نحطهم تشخيص صعب ولا سهل؟ صعب علاش؟ واحد انا كي كان بيكتشر اتيبيكال لان الساين ممكن نورمال ايمجينج ممكن نورمال نضطر ناخذ شيء في الاخير بكل بايوبس بس في حاجه بنقول لكم بالله عليكم ركزوا فيها عرفتي عارفين الشداده هذيك البلس اكسيمتري هذا البيشنت بيصير له اكسجين ساتيرا شو بيصير له؟ بيرقص تحت 92 تمام وهو اتلست تلقاه في التسعينات 90% الاكسجين ساتوريشن كاركترستيكا كاركترستيك في الديزيز هو اول ما يدير اكسرسايز يتحرك يجي هيك شويه الاكسجين ساتوريشن يصير سيفير راب دروب فهذا الشيء يسبب فيها اكسرسايز انديوست شوفها انديوست دي ساتوريشن شو معناها دي ساتوريشن شنو اكسجين دي ساتوريشن يعني نقصت الاكسجين ساتوريشن بعد منهم الاكسرسايز اكثر الامراض دير اكسجين او اكسرسايز يوسف في ساتوريشن البي سي دي صراحه احنا حتى في البوست جراد لما امتحنوا وانكتبت الكلمه هذه ارى الحاله دي مصطلح بي سي دي كيف تعرفها البي سي دي هي بي سي دي هي مسست سكان من كيف تعرفها هيجيب لك الحاله اتش اي في هيكتب لك السي دي 4 150 وانا ليش جايك بمال كف ونو فيفر نو تشيست ساين في الاكزامينشن اكس راي نورمال لكن ممكن يجيب لك انتم كسنه خمسه يسهلها عليك يقول لك اكس راي شوز شنو؟ بيري تمام what's the treatment option for this patient what's the patient may have باش انا شو بكره عنده هو سيست سكان التيف بتاعه شنو هو كوترايموكسازول اسمع تعطيه كوترايموكسازول بارنترال زائد ستيرويد لان ستيرويد هينقص الفايبروزس والانفلاماتوري بروسس لكن بعد ما تبدا فيه الانتي بايوتيك بتاعه كوترايموكسازول تمام وستيرويد واكسجين وايد فلويد تمام يعني سبورتيف ثيرابي لكن زدنا معاها شنو هنا ستيرويد
تمام. تخيل نيمونيا معناها زمامة اعتماد ستيرويد في نيمونيا الثانية. من نيمونيا اعتماد ستيرويد؟ سيستمك من هي؟ بسم. هي في الايدز بيشن. خلاص دكاترة اسمعوا، اصعب واحدة ممكن الطالب بسم في الدياجنوزس في الامتحان هي والكلو الوحيد يشوفوا فينا هو هي ايدز بيشن. اتش اي في بوزيتيف. هذه هي كانت اللي تظبطها الكاس. فاهم؟ ودي الاكسرسايز شنو دي؟ هذا هو. خلاص دكاترة. بالنسبة للنيمونيا تاع الكينوكوكس هيدا تسست هي الظهر. فاهم؟ هيدا تسست ما بوست جراند اصلا ما سالتوش فيها بس نقول لك معلومة عليها بس. شنو عارفين هيدا تسست ولا؟ هيدا تسست الكينوكوكس جرانيلوزس والكينوكوكس وين موجودة دي؟ في الفيسس بتاع الدوغ والشيت. فاهم؟ كونتامينيتد فود بالاج تلقى الاج بتاع الكينوكوكس فيه كونتامينيتد سلاطة وهيك تاكلها عشان يصير ربشر وتبدي في اكياس. وين يضرب هيدا السيستم؟ هيدا الجوز الليفر الليفر في الكلام ما يضربهمش بس وكل جسم يضرب كل برين سبلين يا سلام بار شيش سبلين يا شيش هيدا السيستم الدكتور حسب مجهور قراكم في الاطفال لا كارديو سيرجري بتاع اطفال المهم اقول لك في صوص صوص لا صوص شو اسمه صوص مكانات في الجسم ما يضربوش من هيدا السيستم. اي ناس تطلع في تركيبه ممكن تكون هيدا السيستم تمام. صوص فات انقولوه لا غير والنيل والله يبان والله مكتوبات يعني هيدا السيستم في اي مكان ممكن تطلع في العين في اي مكان تطلع في اللنج صح اللنج والليفر من كومن سايز تمام. اي مكان ممكن تطلع وانتم خذيتوا زمان لو السيستم اذا تركش شو تجيب؟ انافيلاكسس تمام علاجها بالالبندازول اياك تاخذ من هذا السيست باوسي هتلقاها عباره عن كيس فيلد ويز كلير فلويد وفي كالسيفيكيشن الكيس هذا في اللنج اكياس هيك ورقيق اليوم بتاعها او الوول بتاعها فيلد ويز كلير فلويد يسووا فيها ووتر ليلي ابيلز تمام. ووتر زي زهرة المصبة تمام. فصل الواحد او فصل المان الاكسير في الفيلم تمام. هذه تعطيها البندازول ويكون الليجن يعني عنده ذب او كتل او غيره او شيء كونتاكتد كونتامينيت تفوت كلاها تدير لها الكف هذا اللي انت فيه في الغير تمام. مش 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 مهم هذا. تو بتكلموا على حاجه دكاتره او موضوع ثاني بعد النيمونيا.